كانت اكرامي يعني هيفضل في بتروجيت وجزئيه يعني احمد جعفر في تالق مع فريق بتروجيت بشكل جيد جدا. طبعا جيم ستيدي موجود من السنه اللي فاتت وبرده بيأدي يعني. اعتقد كابتن طلعت يوسف بيعتمد على الجزئيه او الجزئيه الهجوميه على الاثنين دول. هو طبعا برضه قبل ما نتكلم في الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها لازم نسرد موقف بتروجيت في الدور الثاني. لعب 7 مباريات فاز في مباراتين، خسر 3 وتعادل في 2، دخل مرمى 9 اهداف واحرز 9 اهداف. يعني عنده القدره الهجوميه كويسه زي ما انت بتقول ان احمد جعفر بيعرف يجيب له اهداف، عنده شيبو يعقوب برضه بيعرف يجيب اهداف، يعني عنده مجموعه من اللعيبه بتعرف تجيب اهداف خلاص. لكن عنده مشكله بقى في خط الظهر. يعني النهارده لما يكون في 7 مباريات بيخش فيها 9 اهداف، لا عدد كبير جدا من الاهداف، وخصوصا ان هو في ال7 مباريات زي ما قلنا كسب 2 خسر 3. برضه في مشكله عنده. خسر من اسوان يا كابتن، يعني يعتبر خسر من اسوان، خسر يعني من الاهلي، خسر من وادي دجله، خسر من اسوان، دول ال3 مباريات اللي خسرهم. كسب الانتاج الحربي وكسب سموحه كابتن، وكسب سموحه خلاص. هو اخر مباراه اللي هو جاي بيها مباراه المقاولين، لا دي كانت بالنسبه له ضربه قاسمه بالنسبه لطلعت يوسف، لان كسبان 2-0 في الشوط الاولاني وتتحول الدفه تماما في الشوط الثاني. المقاولين يقدر يحرز 2 وضيع اكتر من هدف، وكان فرقه بتروجيت في الشوط الثاني او ال 45 دقيقه الثانيين يعني للاسف كان حصل فيه هبوط رهيب جدا في اداء اللاعبين. طب نتمناها طبعا، يعني مباراه جيده طبعا، فريقين كبار، فريق الداخليه فريق بتروجيت.